حكى معي زياد وخبرني انه ربح تذكرتين سفر. لما عرفت السفرة لوين اكيد وافقت وبسرعة، لانه فرصة اني شوف اطول برج بالعالم وشوف كمان النافورة الراقصة. على طول جبت جواز السفر وعطيته لزياد مشان يجهز لنا الفيز. رانيا كان رح يغمى عليها لما عرفت انه رح نسافر لهنيك، خاصة انه هلأ في مهرجان تسوق كبير واكيد كل المولات عاملة حسومات. حاولت كتير اني اتهرب من رانيا بس ما قدرت، عبس قام جابت لي ورقة فيها كل الشغلات اللي بدها ياني اشتري لياها. بهاي الحالة ما كان قدامي الا اني اتبرع بتذكرتي لرانيا. شو هي المدينة اللي سافر زياد ورانيا عليها؟